هو ده بقى اللي معاه المليون جنيه ده معفن شبهنا. دخلتك عليا يا واد تساوي مليون جنيه. شكرا ليكوا طبعا. وفي حاجه جت في بالي حابب اقولها لكم، هناك اشياء تدخل حياتنا فجاه وهناك اشياء تخرج فجاه، وتعبت من المفاجاه ونزلت دمعتي. طول عمري نفسي اعرف يعني ايه غسيل اموال، ادينا عرفته. يخرب بيت اهلك، انت عارفه الغزاله اللي كانت هنا دي كان فيها ايه؟ كان فيها باب الجنب. باب الجنب ايه يا بنت العبيطه؟ دي كان فيها المليون جنيه. مليون جنيه بتوع ايه؟ بتوعي.